صباح الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. دلوقتي احنا موجودين داخل محافظة بورسعيد من داخل احد الاسواق الحضرية في نطاق حي العرب، وحي العرب يعتبر هو من اقدم الاحياء الموجودة هنا في محافظة بورسعيد، يعتبر اصل المدينة الباسلة واللي كان بيتواجد فيه المصريين في اثناء فترة الاحتلال وفترة الحرب والعدوان على محافظة بورسعيد، وكان كمان بيوجد في ذلك التوقيت حي الشرق واللي سمي بالحي الأفرنجي لوجود الأجانب في هذا الحي. حي العرب كان موجود فيه المصريين أو البورسعيدية، عشان كده سمي بهذا الاسم. دلوقتي احنا موجودين في أحد الأسواق الحضارية داخل حي العرب بمحافظة بورسعيد. هنتكلم ازاي قدرت محافظة بورسعيد ان هي تقوم بتحويل المساكن غير الآمنة او العشوائية الى مساكن حضارية، مساكن للإسكان التعاوني والاجتماعي والاستثماري داخل المحافظة. كمان بدأ الاتجاه بعد إعلان محافظة بورسعيد ان هي محافظة خالية من العشوائيات الى تحويل الأسواق العشوائية بداخلها، وبدل البيع على الرصيف وفي الطرقات ويتم عرقلة المشاة والمرة من السيارات، ان بدأت تتحول الاسواق في هذه المناطق لاسواق حضرية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. وهنلتقي دلوقتي مع المهندسة سالي علي من عضو نقابة المهندسين بمحافظة بورسعيد. يعني بنرحب بحضرتك يا باشمهندسة على تلفزيون اليوم السابع. عايزين نعرف من حضرتك بس ازاي بورسعيد في الاول تحولت من او تحولت اول محافظة من المحافظات المصريه الخاليه من العشوائيات. الاول سياده الرئيس تحسيسي ادى تعليمات بان كل المناطق العشوائيه على مستوى الجمهوريه احنا متابعين كتير ان بيتم تطويرها مع وحده تطوير العشوائيات، وكان لينا الحقيقه السبق بمحافظه بورسعيد مع سياده المحافظ ان تكون بورسعيد في نهايه 2018 بدايه 2019 اتحولت لاول محافظه خاليه من العشوائيات على مستوى الجمهوريه. تطوير العشوائيات اخذ عده مراحل، اولها تطوير المناطق السكنيه العشوائيه، مناطق زي الابوطي بمرحلتينه وزرزره بمرحلتينها بعدد وحدات سكنيه كبير جدا. كان الاهم من تطوير الوحدات العشوائيه تطوير البنيه التحتيه للمناطق دي، تطوير الصرف والكهرباء، تمديد الطرق، بنى مدارس، تعويض السكان عن لو هيتم نقلهم من منطقه لمنطقه بيتم تعويضهم في مكان تاني زي منطقه هجوج. الرئيس لما كان بيفتح كوبري النصر ادى تعليماته بتطويرها لان هي كانت في نقطه حساسه في مدخل بورسعيد، تم ازالتها بالكامل وتم تعويض السكان عنها وتم عمل تطوير للطرق فيها. وزي ما احنا شفنا كانت دي المرحله الاولى تطوير المناطق السكنيه. بعد كده انتقلنا لمرحله ثانيه وهي تطوير الاسواق، زي ما احنا شفنا كده بازار جديد في سوق العرب للخضار والفاكهه، وكان قبله سوق السمك، وكان حقيقي نقله نوعيه من نوعها في محافظه بورسعيد وكل محافظات مصر. يعني سوق السمك الحقيقه دلوقتي بتجيله رحلات من خارج المحافظه عشان تتفرج على الحاجات الجميله اللي عندنا. سياده المحافظ حقيقه شغال، يعني اخر شاهدنا اخر 4 سنين تطوير في بورسعيد على كافه المستويات، سواء اماكن سكنيه يعني تم تطويرها، سواء اسواق زي اللي احنا واقفين فيه النهارده كده ده سوق العصر 2، في جنب سوق العصر 1 بمساحه 2000 متر مربع بعدد 72 باكيه و55 محل، ده كان اقدم سوق في بورسعيد. سوق سكوته وهو تقريبا اول سوق عشوائي تم انشاؤه في بورسعيد. الحقيقه المحافظه وصندوق تطوير العشوائيات وجهاز تنميه المشروعات للمحافظه وكافه اجهزه المحافظه كانت شغاله، يعني سياده المحافظ كان عاطي تعليمات ان بايدهم واسنانهم كده بحيث ان احنا نرفع كفاءه كل المناطق المحيطه بالاسواق هنا، مش بس السوق جواه، لا الاماكن اللي حواليه من رسم شوارع. حضرتك لو طلعت بره هتشوف ان الشوارع اتغيرت خالص. عطي تعليمات ان يتم تاهيل المناطق اللي حوالين الاسواق عشان الناس تقدر تمارس يعني وظائفهم اليوميه. كافه البقع الجائلين من اللي بره هيتم نقلهم لجوه السوق. السوق هنا زي ما انت
انت شايف كده خضار وفاكهه و يعني عايزين نعرف من حضرتك التقسيمات تقريبا بتبقى عامله ازاي ما بين التقسيمات بتبقى محليه، يعني اللي احنا شايفينه ورا حضرتك ده ايه؟ خضار وفاكهه، دي باكيات صغيره للبائع الجريب، هو عاطي شرايح للناس حسب مقدرتهم، لان احنا هندخلهم جوه طبعا هيتحطوا في اطار تنظيمي بقى، هم كانوا بره المحافظه ما بتستفيدش منهم بحاجه، هو اي حد بيقف في السوق لا بيدفع ضرايب لا بيدفع تامينات لا بيدفع ايجار، بيشغل منطقه في الشارع بره بدون اي مقابل، فلا احنا وفرنا له مكان نظيف مكان امن، السوق فيه اماكن امن، فيه دورات مياه، فيه اماكن للموظفين، انا وفرت له مكان امن يقدر يقف فيه ويقدر يبيع فيه براحته بشكل نظيف، وفي نفس الوقت بحافظ على جمال المحافظه. فاحنا قسمناهم محافظه، مش احنا يعني محافظه قسمتهم محلات وباكيات زي ما حضرتك شايف، عشان كل واحد يقدر يشوف مقدرته فين، يقدر ياخد محل، يقدر ياخد باكيه صغيره، يقدر، المهم ان احنا نوفر له مساحه ما نبقاش جينا على الناس، لا احنا بنطور وفي نفس الوقت بنهتم بالمواطن نفسه انه يقدر يحافظ على لقمه عيشه. طيب يعني حضرتك تقريبا يعني عدد الاسواق المستهدفه اللي تم تطويرها واللي لسه هيتم تطويرها؟ 16 سوق، بدانا بسوق المحافظه، بدات بسوق السمك وده كان اول سوق، كان انطلاقه بصراحه، يعتبر هو الاول من نوعه تقريبا على الشرق الاوسط، يعني تقريبا يعني على غرار سوق دبي كده للاسماك، احنا عملنا سوق السمك عندنا، والحقيقه يعني التطوير فيه كان على مستوى عالي جدا، سواء بنيه تحتيه، سواء اماكن المحلات، سواء الخدمه اللي بتتقدم للمواطن. بعد كده سوق البازار الجديد وتم افتتاحه، مكان سوق الخضار، خضار وفاكهه، سوق الاسراء للموبيليا المستعمله وده مستني البدء في نقل الناس ليه. عند حضرتك سوق بور فؤاد، يعني هي الخطه كانت بادئه بالزهور والضواحي وبور فؤاد وحاليا العرب. يعني بالاحياء الشعبيه الاول عشان ان احنا نقدر اللي فيها المناطق الاسواق اللي كانت عشوائيه، يعني انت كان عندك سوق سمك وكان عندك خضار وفاكهه قدام، احنا رفعنا كفائتهم وشفنا المنطقه هناك اتحولت 360 درجه على كل المستويات، سواء طرق سواء شكل اناره سواء صرف صحي بالمساكن اللي حواليها بكل حاجه. تمام، بنشكر حضرتك يا باشمهندس. يعني ده كان لقائنا مشاهدينا ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع مع المهندس سالة علي، عضو نقابه المهندسين بمحافظه بورسعيد، واللي كلمتنا على تفاصيل تحويل الاسواق العشوائيه او غير الامنه في محافظه بورسعيد الى اسواق حضريه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. دي باكيات ل البائعين الجائلين للخضار والفاكهه، واللي وراها دي عدد المحلات. المنطقه دي يمكن ما كانش فيه عربيه تقدر ان هي تمشي فيها في هذه المنطقه، ولكن الوقت الطرق بقت ممهده امام المره وامام السيارات، الطراز يعني داخل السوق هنا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الحضاري ده. دي كان لقائنا هنا من داخل سوق العصر في محافظة بورسعيد لتحويل الأسواق غير الآمنة والعشوائية في محافظة بورسعيد إلى أسواق حضارية وفقا لخطة المحافظة كأولى المحافظات المصرية الخالية من العشوائيات. نشكر حضراتكم، كان معكم محمد عزام مراسل اليوم السابع بمحافظة بورسعيد.